يعطيكم العافية يا شباب. يعطيكم العافية يا شباب. هذا الفيديو الأول لمحاضرة اليوم اللي هي 1/11/2023، لمادة شبكات الحاسوب. تكلمنا في المحاضرة السابقة اللي هي كانت يوم 29، كانت عفوا يوم 30، تكلمنا في الصفحة الرئيسية، تكلمنا عن خلصنا الوحدة الأولى من الكتاب اللي هو داتا كوميونيكيشن، كمان خلصنا الشابتر الأول في سيسكو. حبيت بس أوضح لكم، تم رفع الوظيفة الأولى، هيها الوظيفة رقم واحد، ديدلاين لها يوم الاثنين القادم الساعة 9:30، بتسكر الديدلاين لهذه الوظيفة. الوظيفة زي ما أنتم شايفين هاي، بفتحها قدامكم. المطلوب في لك الاكسبلور ذا ديفرنت تايب اوف نتورك توبولوجي، من حيث الادفانتج والديس ادفانتج لكل توبولوجي. اوكي، بترفع لي اياها، حيكون عندنا اسبوعيا في يا اما كويز يا اما وظيفه وهكذا. هذا الكلام حيكون في كل اسبوع ان شاء الله. محاضره اللي هي يوم 1/11 حيكون حنبدا الشابتر رقم 2، خلينا اشير لكم اياه. اللي حاب يحضره او يطلع على الشابتر قبل بدايته، اللي هو حنتكلم عن الكونفجريشن نتورك اوبريتنج والاوبريتنج سيستم، اللي هو من شابتر سيسكو. بالاضافه حناخذ الشابتر رقم 2 في كتاب اللي هو الداتا كوميونيكيشن. اي استفسار يا شباب، رجاء الجميع يلتزم بالمحاضره اللي هي تكون على 9:30، يكون نازل برنامج زوم عندك، ادخل على المنصة قبل 9:30 بدقيقتين، بكون أنا فاتح السيشن مباشرة، بتبدأ المحاضرة. محاضرة 40 دقيقة، والرجاء من الكل يأخذ الحضور والغياب دائما. بس أشير لكم الصفحة الرئيسية، الصفحة الرئيسية دائما بس للتذكير، عندك الحضور والغياب، بتفوت هون على الحضور والغياب، من هون تدخل على منصة التعليم الإلكتروني عشان تحضر المحاضرة على زوم. حضورها هي الغياب من هون، وتنساش الزملاء الطلبة اللي ما ضافوا حالهم على جروب الواتساب، هاي الجروب الواتساب يكبس عليه من هون وبيعمل على إضافته. وآخر إشي بذكر الكل يبعث على جروب الواتساب اللي هو اسمك ورقمك الجامعي وإيميلك عشان نسجلكم في سيسكو أكاديمي من خلال المهندسة عبير. يعطيكم العافية، ونشوفكم على محاضرة اليوم الساعة 9:30 الموافق 1/11/2023. يعطيكم العافية.